السلام عليكم، اشاد الرئيس عبد ربو منصور هادي بالخطوه التي اتخذها الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمتمثله بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني واعاده العقوبات الاقتصاديه على ايران. الرئاسه اليمنية قالت ان الاتفاق النووي مع ايران فشل في حمايه المصالح الحيويه للولايات المتحدة وشركائها في الشرق الاوسط بما في ذلك اليمن اذ استغل النظام الايراني فوائد الاتفاق النووي وعمل على تصدير العنف والارهاب والتدخل في شؤون المنطقه في اطار اجندته واطماعه التوسعيه في السياق ذاته كانت المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات قد ايدتا قرار ترامب في الوقت الذي عرضته دول كبرى كبريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا وغيرها من الدول مراقبون يقولون ان الخطوه الامريكيه ستؤثر على الوضع الاقتصادي في ايران مع اعاده فرض العقوبات الاقتصاديه من قبل الولايات المتحده، لكن في الوقت ذاته صعدت ايران عبر رده فعلها وقالت انها ستعمل على تخصيب اليورانيوم في اقرب وقت اذا لم يقف المجتمع الدولي امام التزاماته. ترامب قال اليوم ان على ايران ان تجلس للتفاوض والا فسيحدث شيء ما. فهل تكون هذه الخطوه فتيلا لاشعال المنطقه واغراقها بمزيد من الفوضى؟ اين هو موقع اليمن من هذه الحرائق؟ لا سيما وان حلفاء ايران في اليمن ميليشيا الحوثي يمثلون بؤره من بؤر ايران في المنطقه والتي لن تكون بعيده عن هذا التصعيد. اعزائنا المشاهدين حول القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وانعكاسه على الملف اليمني سوف تكون حلقتنا لهذا المساء. مع ضيفي في الاستوديو استاذ من الاجتماع السياسي بجامعه صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان اهلا بك دكتور اهلا وسهلا عليكم الله مشاهدينا الكرام نبدا نقاش مع ضيوفنا بعد ان نتابع واياكم هذا التقرير انفضت مائدة المباحثات النووية وانسحب ترامب كما وعد من الاتفاق النووي بينه وبين طهران انسحب وحيدا وظلت الأطراف الأوروبية وروسيا حاضرة في ذلك الاتفاق الذي غادرت واشنطن وأعادت فرض العقوبات على طهران الملف النووي بين طهران والغرب له علاقة بالمنطقة العربية بشكل عام واليمن بشكل خاص خصوصا وأن أدرع إيران في المنطقة تنمرت كثيرا بعد الاتفاق النووي وهذا ما فسره البعض بأن حسم الملف النووي يعني تفرغ نظام الحرس الثوري لإدارة العمليات المسلحة في المنطقة من الضاحية الجنوبية إلى ضواحي صنعاء الحكومة اليمنية من جهتها كانت أول المرحبين بقرار ترامب الأخير بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني حيث عبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبا عن ترحيب الجمهورية اليمنية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في خطة العملية المشتركة الشاملة مع إيران المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني شرحت الخارجية اليمنيه اسبابا عده لترحيبها بالقرار من بينها ان اليمن يدرك بان الاتفاق النووي مع ايران قد فشل في حمايه المصالح الحيويه ليس فقط للولايات المتحده الامريكيه ولكن ايضا لحلفائها وشركائها في الشرق الاوسط بما في ذلك اليمن فقد استغل النظام الايراني الفوائد التي حصل عليها من الاتفاق النووي وعمل على تصدير العنف والارهاب الى جيرانه في المنطقه وذلك في اطار اجندته واطماعه التوسعيه الخبيثه وفق البيان. بحسب المتابعين فان الاذرع الايرانيه في المنطقه ستتاثر من دخول ايران في منعطف اقتصادي وسياسي جديد خصوصا جماعه الحوثي في اليمن التي اتضح تاثرها من خلال نخبها الاعلاميه والسياسيه لكنها لم تبد موقفا جماعيا ازاء هذا الانسحاب يبقى السؤال هل تمتلك اليمن تقدير موقف مستقل ازاء الاحداث والتحولات الاقليميه ام ان السياسه اليمنيه مجرد تابع لسياسه الرياض وتوجهاتها الاقليميه والدوليه هذا ما سيتضح من خلال طبيعه استفادتها من هذا الانسحاب واستكمال مشروع استعاده الدوله واسقاط الانقلاب. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام كما اجدد الترحيب ضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان دكتور الاتفاق النووي صمد في فترة رئاسة ترامب ما يقارب العام والنصف تقريبا ما الذي تغير من منذ أن بدأ ترامب رئاسته ولماذا أصدر القرار الآن وحدث ما حدث هناك تحولات في السياسة الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط ومشروع الشرق الأوسط الكبير وكما تعلم أن ترامب بكل طاقمه من يعني من المنتمين او لهم علاقه مباشره مع اسرائيل وهناك لوبي اسرائيلي يشتغل يعني على سبيل المثال سفير الولايات المتحده الامريكيه في اسرائيل كان يعني احد اكبر الشخصيات الموظفه لدى ترامب ومعظم الطاقم بهذا الجانب، هناك تحول في السياسه الدوليه، هناك رؤيه لتشكيل المنطقه، اطرافها ايضا جزء من دول الخليج المملكه العربيه السعوديه والامارات جزء من هذه الرؤيه القائمه على اعاده ترتيب منطقه الشرق الاوسط وهذا يفترض ادماج اسرائيل في المنطقه العربيه وبالتالي من المؤسف اننا نتعاطى مع القرار من باب ان الامريكان هم الذين سيقضوا على الحوثيين والامريكان هم الذين سيحاربون بالنيابه عن السعوديه الخطر الايراني. نحن او يعني العرب اثبتوا انهم مجرد قطع شطرنج، لا يمكن لنا ان تكون لدينا استراتيجيه. الامريكان لن يذهبوا بعيدا في الحصار، هم يريدون بقاء سيحاصرون ايران، سيحاولون ان يحددوا ما يسمى يعني نموها وتطورها بحيث يتحكمون ب يعني سقف الوجود الايراني لكن ستظل مهدد والامريكان واسرائيل تريد ايران ان تظل مهدد في المنطقه بقاء ايران مهدد يعني ان اسرائيل خلال الايام القادمه سترتع سترتفع سترفع خطابها في التهديد لاسرائيل وانها ستخسف سيرتفع الخطاب بمعنى انها ستلتقي مع بعض البلدان في الخطاب وفي يعني تحويل البوصله من اسرائيل كخصم للمنطقه للامه العربيه والاسلاميه الى الطرف الايراني، طبعا ايران ليست ملاك يعني لديها مشاريع استراتيجيه، لكن الموقف الامريكي يريد أن تتجه أو تتحول كل البوصلة باتجاه إيران وإيران هناك تدرك ذلك ولن يتم بتدمير إيران لأن بقاء إيران مهدد هو سيعيد التوازن الاستراتيجي بين بلدان الخليج والمنطقة العربية وإيران <applause> سيحول سيدخل في منطقة الخليج العربي في قواعد عسكرية وشراء سلاح حتى إذا وقع الضربة لإيران ستكون تدفع كلفتها دول الخليج ماليا يعني هناك صفقات ستت تمول بواسطه الماء العربي بالتالي بقاء الحوثيين يعني او بقاء حزب الله او العراق لن يتاثر لان المساله حتكون في الضغط على ايران ايجاد مبررات ومسوغات التقاء الدول العربيه مع اسرائيل الحديث عن الخطر الايراني النووي سيرتفع الحده عليه وسيكون الحديث انها انها تقوم بصناعه هي طبعا تعمل ذلك لكن سيوظف م. هذا وستكون هي البعبع الذي يتم فيها حلب المنطقه العربيه ماليا طيب. يعني في هذه النقطه دكتور الاتفاق النووي لم يكن فقط مع امريكا هناك بقيه دول مجلس الامن وهناك ايضا المانيا الخمسه زائد واحد والتصريحات الاوروبيه تتحدث على ان بريطانيا فرنسا ألمانيا يقولون أن الاتفاق النووي مع إيران باقي هل هذا الأمر سيؤثر على المنطقة بشكل أو بآخر؟ أعتقد اللاعب الرئيس في الاتفاقية تقريبا اللي يتحكم ب 90% في من العقوبات وبما يسمى الحركة المالية الدولية هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية 90% في المئة من العقوبات ومن اثارها ومن قدرتها على التاثير هي امريكيه وبالتالي الدول اوروبا تعرف ان يعني هناك فارق شاسع او فجوه كبيره بما يسمى ميزان القوى بين الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه مجتمعه هناك تضرر ولكن هذا هذا التضرر هناك ايضا سيظهر العامل العربي الداعم للموقف الامريكي الذي سيمنول لكن هي الولايات دولة الامارات والسعودية وايضا بالمقابل الكيان الصهيوني في المنطقة و... رحبوا ها بهذا هذا هم اصحاب مشروع الشرق الاوسط الكبير اسرائيل من هذه الزاوية ستحاول ان تتحدث عن الخطر سيتحول سيتحول فلسطين سيتم كل هذا المحور تحت الخطر الايراني سيتم التسليح كما قلت لك لكن الذي الذي شوف مستقبل الشعوب نحن الان يعني امريكا هي التي تقرر ترفع عقوبات تعيد العقوبات امريكا ستحارب بالنيابه عنا امريكا هي التي ستقضي على الحوثيين هذا كله وهم امريكا ست الاحزاب الشيعيه والجماعات الشيعيه ستبقى والحوثيين اذا لم السلطه الشرعيه ولم والحركه الوطنيه اليمنيه لم تتخذ المعركة وتحولها من معركة دولية، الآن احنا حولنا المعركة بين إيران والمنطقة العربية ونسينا انه احنا عندنا مشكلة ثانية، معنا هنا انقلاب مدعوم اليمن. من إيران ومعنا هنا نظام جمهوري، علينا اليمنيين أن نقضي على هذا الطرف لأن الأمريكان سيجعلون من إيران لن يتركوها تنمو بشكل سريع، سيتح... سيتم التحكم بوسط العقوبات بمعنى انه يعني العصا والجزر بيكون مع مع ايران سيتم التسليح ضد ايران يعني بما يعمل تواجد ضد اسرائيل سيصبح هناك توازن وسيستدعى قوى وهناك بلدان الخليج قد تم التمهيد لانقسامها وبالتالي منطقه الخليج لن تكون منسجمه الان اصبحت هناك يعني انقسام في منطقه الخليج هذا الانقسام فتح علاقات ايضا مع ايران بين بعض البلدان واخرى قاطعه وبالتالي كتله الخليج ضعيفه المنطقه العربيه مصر اصبحت من دوله قوميه دوله قطريه وبالتالي اصبحت ليست دور مصر القديم كدوله محوريه سوريا خارج المعادله اذا نحن لدينا الان الامريكان يريدون بقاء ايران كطرف مقلق في المنطقه يستدعي بقاء ثنائيه السنه والشيعه يستدعي بقاء الحوثيين، يستدعي بقاء الشيعه في في العراق. يعني هذا الامر سينعكس لم افهم الى حد كبير وجهه نظرك حول انعكاس هذا القرار على الملف اليمني، هل سيكون الامر في صالح معركه الشرعيه باعتبارها ضد الانقلابيين وهم احد اذرعه ايران في المنطقه؟ ام ان الامر سيتيح امكانيه اكبر لايران للتحرك ودعم الحوثيين كما كان يحصل سابقا أيضا؟ نتحدث براغماتية هل بالمنطق الامريكان سيحاولون تقليص الحوثيين وتوفير استقرار في المملكه العربيه السعوديه وعلى حدودها وهي مستهدفه ومستنزفه يعني بالمنطق هكذا يعني الامريكان لن يضعفوا الحوثيين كطرف سيضغطون على ايران سيخففون الضغط على الحوثيين لكن سيظل لاعب رئيس في المنطقه لان لابد من استنزاف المملكه العربيه السعوديه، لابد ان تكون ايران مقلقه بشكل دائم للمملكه، لابد ان يكون هناك سنه وشيعه في اليمن، سنه وشيعه في ومسيحيين و و في لبنان، في العراق وهذه هذه الثنائيات هي التي تجعل من, من ايران مقلق في المنطقه، والسعوديه لن يتم الامريكان لن يكونوا يحاربون بالنيابه عن السعوديه، لذلك اقول هذه المغالطات او التطبيل ورفع الخطاب والوقوف مع الولايات المتحده الامريكيه هذا يعني وقوف اعلامي وضجة برجماتيه ولا يخدم يمكن يعني لا يخدم القضايا على المستوى الواقعي يمكن لك ان تنضم على حصار ايران لكن ينبغي ان يكون لديك مخطط الان سلطه شرعيه هل تعتقد ان ترامب سيضعف ايران بالتالي ايران ستتخلى عن الحوثيين والامريكان اصلا يعتقدوا ان الحوثيين هم سيكونوا يعني الطرف المقوض للتنظيمات الارهابيه التي سيتم الايكال لها بعض العمليات ولا بد من صراع حتى يدخلوا سقطرى وحتى يدخلوا في حمايه الارهاب بالتالي علينا ان نفصل بين السياسه الدوليه تجاه ايران وتجاه إيران وبين وبين قضايانا الداخليه اليمنيه بمعنى م. الذي الشخص المعني او الدوله الجمهور المعني والشعب المعني بمعركة اليمن الإقليمية، دعنا من 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 هذه الدوائر الحرب الدولية العقوبات وأمريكا، صراع السني الشيعي مع إيران، لا هناك معركة وطنية، أين الفصل بينها؟ كيف يمكن لنا أن نعد استراتيجية لتقويض الحوثيين واستعادة الجمهورية اليمنيه بعيداً عن ترامب، بعيداً عن المخطط، بعيداً عن المملكة العربية السعودية، هذه قضية أخرى، بعدين نكون عامل من مدخلات الصراع الاستفادة من التموضعات الدولية والصراع بين السعودية وإيران والولايات المتحدة نستفيد من هذا لكن المراهنة على أن الأمريكان دون فهم أن الأمريكان ولن لن يتم لن يقوضوا ايران لان المشروع واضح وان تتابع الاعلام الان من الذي يطبل ويرفع مستوى الخطاب بشكل اسرائيل وطبعا من عن ايران ايران لها اطماع هددت المنطقه العربيه استولت على العواصم العربيه، خطر على سيادتنا اليمنيه وعلى الامن القومي العربي، غيرت البنيه الديموغرافيه في دول الخليج، مسيطره على الاقتصاد، تتمدد في افريقيا وتشيع الأفريق. تتحرك في افريقيا، لها اطماع هذا لا يعني. لكن التعامل اليمنيين سلموا قضيتنا لدول التحالف واصبحت السلطه الشرعيه قرار الحرب وقرار السلم بيد دول التحالف. وليس لها قرار، سلمت مرتباتنا لدول التحالف، سلمت حماية أمننا لدول التحالف، الآن ستسلم قرارنا إلى الصراع الإيراني الأمريكي والعقوبات، لا ليس لنا علاقة، نحن علينا أن نضع استراتيجيات يسموها متعددة الدوائر، بمعنى استراتيجيتنا الوطنية تقوم على لدينا طرف هنا بغض النظر عن دعمه من إيران وموقف الحكومة من إيران، علينا أن أن, أن نقوم بإنهاء الإنقلاب الملكي الإمامي الكهنوتي السلالي هذا مشروعنا بغض النظر وبإمكانيتنا بغض النظر عن بعده الإيراني وبغض النظر عن الموقف الأمريكي أما الحديث نقوم نخبط الأوراق وننسى الحوثيين وننتظر حتى ما كان اول ما طلع ترامب تحدث ان الحوثيين سيصنفهم كجماعه ارهابيه ولكن تم الايكال لهم بعض العمليات هم مع مجموعات صالح سلموا المعلومات الاستخباراتيه لقصف مناطق في البيضاء لتصفيه ما يسمى بتنظيمات الارهابيه من الذي قدم المعلومات اللوجستيه علينا ان نفهم ان يعني الحاكم الامريكي في 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 بغداد قال قال للسنه للشيعة عنوان وللسنة اكثر من عنوان بمعنى انه اذا اردت الشيعة بالنسبة للغرب عندهم البرجماتية العقل البرجماتي الذي يقوم بإظهار خلاف ما تبطن ولديهم ايضا السيد الذي يتحكم بكل المرجعيات وبالتالي هم يتعامل يعني يشعرون ان التعامل مع الشيعة اكثر مفيدا من من السنه م. اثنين لا, ليس لا يوجد حتى الان شيعي فجر نفسه او انضم او الى اخره بالتالي في المصالح الامريكيه و... بالتالي هم طيب. يريدون بقاء الحوثيين ولهذا لن لن يقوموا تقبيضهم الذي ينبغي ان أن علينا الا نتخدر او ندخل في التخميره بتاع الصوفيين التخميره، علينا ان مهما تغير الموقف الدولي والسعودي والاقليمي والدولي، مهما تغير الصراع السعودي او السني مع الايرانيين، نحن لدينا معركه وطنيه مفصوله وعلينا الا نوكل يعني تدمير الحوثيين على الامريكان والسعوديين. هذه هي طيب معركة وطنية هي معركة وطنية طيب دكتور دعنا نشك معنا في الحوار الان الباحث في الشان الايراني الاستاذ عدنان هاشم الذي ينضم لنا عبر الهاتف اهلا بك يا استاذ عدنان اهلا وسهلا بك عزيزي وابوك الكريم والمشاهدين الكرام حياكم الله استاذ عدنان كيف تقرا قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق الايراني كذلك ردة الفعل الايرانية وليس بمعزل عن بقية المنخرطين في الاتفاق النووي بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد بان هذا الاتفاق سيجلب مشكله كبيره في منطقه الشرق <applause> الاوسط إذا لن يساعد في عمليه استقرار استقرار المنطقه بالمطلق هذه المنطقه المضطربه لن لن يوقفها الاتفاق الايراني، كانت ايران موجوده قبل الاتفاق الايراني ستكون ايران, إيران موجوده بعد الغاء الاتفاق ما سيساعد فيه الغاء الاتفاق هو ان ايران الدبلوماسيه التي كانت تقبلها في عمليه دعم الحوثيين والكرة 22 16 ستدعم ايران بشكل كبير الحوثيين من اجل الانتقام من السعوديه التي كانت باعاده فرض العقوبات التي بذلت جهد كبير في اعاده فرض العقوبات عليها باعتقادي بان الاتحاد الاوروبي سياخذ نفسا من الوقت من اجل المماطله في, في الاتفاق النووي وسيبذل مشاعر كبيره من اجل اعاده هذا الاتفاق مره اخرى مع الولايات المتحده الامريكيه بما ان النظام لكن خلال خلال هذه الفتره يعود الاتفاق النووي من جديد واعتقد انه سيعود ايضا سندعم ايران بشكل كبير الحوثيين من اجل استهداف مناطق أب صواريخ ابعد سلاح حديث شيء شيء كبير من اي تهديد المملكه العربيه السعوديه وايضا بقيه الجزيره العربيه من اجل ماذا؟ من اجل ان من اجل ان تضغط ان تضغط ايران على المجتمع الدولي الضغط على الولايات المتحده الامريكيه بان جميع المصالح في منطقه في منطقه شمال الجزيره العربيه هي محدده بهذه الصواريخ حتى النووي من جديد. ايران تضر تضر بشكل كبير في الاقتصاد بالذات مع محاوله هجره الاستثمار الاوروبي الى الى ايران لكن خلال فتره الشهور شهور المتاحه ان كل هذه الاصول الاوروبيه التي يوجد في ايران ستحاول ان تزيح وسيبقى مساله الاستثمار في ايران مزوده حتى فتره طويله. طيب يعني استاذ عدنان الان هناك ما يبدو انه تصعيد امريكي واضح، هناك بالمقابل ايضا من قبل تصريحات سعوديه، وزير الخارجيه السعوديه يتحدث على انه اذا ذهبت ايران نحو تصنيع قنبله نوويه نحن بالمقابل سنقوم بخطوه مماثله. هل المساله الان يعني باعتبار ان ما يحدث هو عقوبات امريكيه وكذلك تجميد للاتفاق من قبل امريكا، هل نحن مقبلين على اشعال اكبر للمنطقه بشكل عام؟ ام ان هناك نوع من التراشق الاعلامي الذي سيظل محدودا في وقته فقط كرده فعل. باعتقادي بان هذا تجميد هذا الاتفاق او الغاء اعتقد بانه سيشعر المنطقه بشكل اكبر بشكل اكبر بكثير مما يحاول الساسه الخليجيين اول المحللين يتحدثون بان ايران لن تقدم على فعل شيء بما ان عليها بان ايران بشكل كبير اليمن هي موطن كبير لهذه ال... لهذه القوى التي ستواجه المملكه العربيه السعوديه الحوثيون يمتلكون الرجال وينقصهم سلاح حديث يصدر الطيران وينقصهم ايضا سلاح بمدى اعلى الاستهداف حتى ابو ظبي ودبي اما حديث المملكه العربيه السعوديه انها ستكون بتصنيع القنبله النوويه، هل تعتقد بان تصنيع القنبله النوويه ياخذ عام او ياخذ سنه او سنتين؟ هو ليس مجرد بناء او مدينه سكانيه، صناعه القنبله النوويه ياخذ من ايران من من الثمانينات وحتى اليوم لم تستطيع ايران نفسها ايضا هي تحتاج مده اطول بكثير مما, مما يتصوره خليجيون، يحتاجون تقريبا على الاقل اذا في تمويل وعمل بانها تحتاج اكثر من عشر سنوات. مع الازمات الاقتصاديه المتزايده. اعتقد ان تقدم على خطاب تصعيدي لكن ستشعل حرب الوكالات في اليمن وفي اليمن بشكل كبير وايضا في سوريا وفي العراق. خلال الفتره القادمه اعتقد بان الدبلوماسيه الامريكيه ستحاول توسيع الاتفاق النووي فرض شروط اكبر على ايران من اجل اعادته من جديد. <applause> الولايات المتحده الامريكيه ستقبل تحقيق الحلفاء من اجل من اجل من اجل اعاده الاتفاق لان الولايات المتحده الامريكيه بنقض هذا الاتفاق هي في الاصل تعطي صوره ان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن الاتفاق معها على اي اتفاق، سيعطي هذه الرساله الى كوريا الشماليه، سيعطي هذه الرساله الى الصين، سيعطي هذه الرساله لاي قوه اقليميه ساعدت في ما فيها روسيا. طيب في سياق نقطة يعني معنية بالملف اليمني دوما ما يكون الحديث حول نقل إيران للأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الصواريخ البالستية وما شابه هل يعني كيف ستؤثر هذه الخطوة على وصول هذه الأسلحة إلى الحوثيين إمدادات الحوثي الإيرانيين لميليشيات الحوثي باعتقادي بان الحوثيين سيمتلكون سلاح اكبر وسلاح فعال من ايران، اذا لم يمتلكوا السلاح ستعطي ايران تكنولوجيا سلاح الحوثيين بالسلاح الحديث الذي يمكن تطويره او يمكن صناعته او اعاده تطويره من مواد دا من داخل اليمن. باعتقادي بان ايران اه لم تخفي من الان وصاعدا الحديث انها تدعم الحوثي كما كان من السابق، لانها كانت السابق تعتقد بانها الاتفاق من 2016 وسيعيد العقوبات عليها. لكن عادت بالفعل فايران لن تجد حرجا في الحديث أنها هذا الدعم الحوثي من من هذه الاسلحه. هناك تواطؤ من دول التحالف العربي، هناك ايضا كانت هناك اسئله تمر الى الحوثيين، القوات حزب الله لديها علاقات كبيره في افريقيا بامكانها ان تصل السلاح الى ما مناطق التهريب واسعه وكبيره واليمن يمتلك شرط بحري كبير لا يمكن مراقبته باي حال من الاحوال. كل ما ستقوم به دورة التحالف هو عمليه تشديد الرقابه على ميناء الحديده والموانئ الاخرى ستعمل على عمليه تقويس المساعدات الانسانيه ستحاول ان تضغط بجانب الانسانيه والاقتصادي، لكن في كل الاحوال الحوثيون سيزدادون قوه، الحوثيون سيهاجمون بصواريخ ابعد كان يفضل فض... ان يتم الغاء النووي بعد ان يتم انهاء الحرب في اليمن. الحرب في اليمن هي النقطة الرئيسية التي ينطلق منها إيران من أجل مواجهة أو بث أكبر قدر ممكن من الصواريخ لتهديد المملكة العربية السعودية التي تبعت باتجاه كبير باتجاه إلغاء الاتفاق النووي. أشكرك إذا أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الإيراني كنت معنا على الهاتف من عدن والمعذرة للسادة المشاهدين على إرادات الصوت من المصدر قبل العودة إليك دكتور عبد الباقي نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء اجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني كما اجدد الترحيب بك دكتور عبد الباقي. دكتور يعني بيان وزاره الخارجيه رحب في الخطوه التي اتخذها الرئيس الامريكي ترامب بانهاء مشاركه الولايات المتحده في الاتفاق النووي، كذلك يقول انه يدرك ان الاتفاق النووي فشل في حمايه المصالح الحيويه ليس فقط للولايات المتحده بل لحلفائها بما في ذلك اليمن. الى اي مدى ترى ان الخارجيه وفقت في هذا البيان؟ طبعا هو البيان على مستوى الخارجيه حتى الان ومن الطبيعي انه ياتي هذا البيان لظرفين، اولا لان الانقلاب مدعوم من ايران. ثانيا لان تعلم التحالف العربي والموقف اصبح تابع يعني هنا الموقف يعني منسجم مع دول التحالف العربي بحكم الدعم المقدم للحوثيين ولكن خارجيتنا لم تعد مستقله كما كانت في الماضي اتخذت قرار من من الصراع في منطقه الخليج واصبحت تابع لدول التحالف، نحن بحاجه الى قرارات مستقله حتى لو كنا في التحالف تحقق الصالح اليمني. هذا الموقف حتى لا على مستوى الخارجيه انا اقول انه ربما يعني يعبر عن الموقف اللي من واضح من الدعم الايراني للحوثيين وايضا موقف مع دول التحالف، لكن ايضا اتمنى الا يتوقف كما قلت عند مستوى البيان، اريد ان اقول واؤكد ان المعركه في اليمن معركه وطنيه وبالتالي علينا الا يعني نرتكب يعني في البدايه سلمنا مصير اليمن الى التحالف العربي وبالتالي وهذا يعني فقدنا حتى الآن ثلاث سنوات ودخلنا في يعني انقلاب على الشرعية وفي استراتيجية استثمارية الإمارات واستراتيجية جو استراتيجية للسعودية الآن سندخل في صراع إيراني ورفع العقوبات وهذا الموضوع ربما يحتاج سيرتفع وتيرته وسيأخذ سنوات لأن الهدف من هذا أما لو دافع عن إيران الهدف من كل هذا المشروع هو ادماج اسرائيل في منطقه الشرق الاوسط وايجاد مسوغات تحت التهديد النووي ل يعني لاعلان العلاقه بشكل واضح للعلم بين المملكه العربيه السعوديه والامارات وبعض الدول المستحيه ان تواجه جمهورها وبالتالي المشروع واضح في تخطيط المنطقه لكن نحن اذا ذهبنا بهذا الجانب دون تمييز بين مصالحنا الاستراتيجيه وبين ان نكون فاعلين سنذهب في حرب لعقود طويله لان المعركه ما زالت سترتفع وما زال الحصار سيعود وايران ستدخل في تفاوض جانبي وهناك سيتحدثون كثير عن الخوف من انفجار الوضع العالمي بعدين سيخففون الضغط لانه لابد من من خلق نوع من الرعب أن ستكون هناك حرب نوويه في المنطقه الشعب يقبل الجماهير تقبل بعض التسويات هذه اللعبه هتاخذ عقود لان الهدف واضح منها نحن نسينا هدفنا الرئيسي اذا اردنا تقويض ايران في المنطقه ونقول للمملكه العربيه السعوديه والامارات ليس بايجاد بي بيان الوقوف مع, مع الامريكان فقط هذه المساله واضحه جدا انتم اسقطتم النظام العراقي ودعمتم دخول الامريكان والتحالف ضد العراق ودمرتم العراق ثم سلمتم العراق انسحبتم ودفعتم مال ومولتم الحرب ثم انسحبوا سلموها لإيران والأمريكان ثم سوريا قاموا بحرب بالوكالة ولم يكن بشكل مباشر وتركوا إيران بعدين سوريا للإيران وروسيا ثم ذهبوا إلى ليبيا وقسموها إلى هذه التقسيم ثم جاءوا لليمن المسألة بغاية السهولة بناء جيش وطني دعم السلطة الشرعية إنهاء الإنقلاب هذا يعتبر تقويض الإيران على خاصرة المملكة العربية السعودية المسألة لا تحتاج يعني إلى إلى كف ولا تحتاج إلى بعبع يعني أو إلى تضليل والنووي النووي أوكي هنا خطر نووي على السعودية أن تعمل توازن علينا إذا أردنا التقويض المسألة على على الدول التحالف أن تعيد السلطة الشرعية الداخل وتوحد الجيش اليمني وتدخل وتنطلق من تخوم صنعاء نحو صنعاء وعليها أن ترفع أن تعزو هذا في المقدور وبالتالي عندما نقوم بانهاء الانقلاب في صنعاء وتقويض المشروع الحوثي والحفاظ على السياده اليمنيه هذه اول الخطوات باتجاه تقليص النفوذ الايراني واعاده عاصمه عربيه من تحت النفوذ الايراني الحديث عن يعني تركنا اليمن ذهبنا إلى قطره وجزيره ميون دمرنا السلطه الشرعيه ودمرنا البنيه التعليميه حق اليمن واهلكنا الشعب اليمني في حصار ظالم من اجل مخطط استراتيجي اماراتي وبعدين نتحدث عن الخطر الإيراني الخطر الإيراني في خاصرتنا والقضاء عليه كان يحتاج إلى أربعة أشهر بالتالي أنا مع طيب في هذه النقطة ما هي السيناريوهات الممكن حدوثها بعد هذه الخطوة فيما يتعلق بالمسألة اليمنية هل آآ آآ يعني كيف سينعكس الأمر على الحوثيين وكذلك فيما يتعلق في المعركة مع معهم أنا عقلاني جدا أنا ما يعني ضد إيران واستراتيجيتها في المنطقة لكن إيران دعمت الحرب في بيروت مع حزب الله وهي محاصرة ودعمت الحوثيين ودربتهم ومولتهم وهي محاصرة بالتالي الرهان على أن حصار إيران والعودة للعقوبات سيوقف مشروعها في المنطقة هذا وهم علينا أن نضع نحن استراتيجيات لا العرب الآن لا يستطيعوا يتخذوا قرار الا بموافقه الامريكان يعني حتى الصراع الخليجي خليجي لا يعني الحل حله وربطه في الولايات المتحده بينما نستطيع كاشقاء ان يتم الحل داخل منطقتنا العربيه وبالتالي الـ 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 نحن امام نحن قطع شطرنج يتحكم فينا وبالتالي يعني هذا هذا التسليم حتى ايران وتهديدها وفي هناك بعض التسريبات تقول ان الملك عبد الله عرض على اوباما ايضا القيام بضربه لايران ودفع ودفعت هناك بعض التسريبات، لكن هل نحن مش العرب غير قادرين على ان يدافعوا عن امنهم القومي الا بوجود الولايات المتحده الامريكيه التي قالت مع ترامب انه اذا ارادت بقاء الجيش الامريكي في سوريا عليها ان تدفع وانه عليكم ان تدفعوا والذي قال يعني وهو ملتوسي جديد من الملتوسيه الجديده التي تقول البقاء الأفضل بمعنى لا يريدون من المنطقه الغربيه غير النفط والثروات، اما نحن كبشر هذا الملتوسيه الجديده التي تقوم مع بوش حتى يعني نقام حروب يتم تصفيه سني شيعي كردي سني فلنذهب للجحيم في الديموغرافيا، نزوح هجره، المهم البقاء حول حقول النفط والموارد وبالتالي العرب حتى الان نحن الان لدينا ليس لدينا دوله محوريه لا توجد لدينا دوله محوريه مصر لم تعد دوله محوريه اصبحت دوله قطريه بمعنى انها ولديها ازمه مشاركه سياسيه وازمه شرعيه هذا دور ربما كانت المملكه قادره على لعبه وكانت هناك يعني كثير من من يتحدثون على انه كان هناك خلال فتره حكم اوباما بالحديث عن اوباما كان هناك مجال لان السياسة الخارجية في ذلك الوقت للولايات المتحدة كانت بمنأى أو بمعزل عن المنطقة بشكل أو بآخر كما يقولون بالحديث عن أوباما بالنسبة لهذا القرار كانت ردة فعله صرح على أنه الاتفاق كان معمولا به وهو كان يحمي المصالح الأمريكية ويضيف أن الخروج من خطة العمل المشتركة الشاملة يعني إدارة ظهر أمريكا لحلفائها المقربين في اتفاق شارك في التفاوض بشأنه دبلوماسيون وعلماء وأفراد استخبارات كبار هل يضرب كل ذلك؟ أنا قلت لك أن هناك تحول في الاستراتيجيه في منطقه الشرق الاوسط، كانت الثورات العربيه ودعم التحول العربي بهدف انه يجي جيل جديد يحمل فكر جديد، وبالتالي يستطيع ادماج، نحن عندنا مشكله اسمها اسرائيل. هذا الناس مش نظريه مؤامره ليست نظريه مؤامره ولكن هناك دوله تدير الولايات المتحده الامريكيه الطاقم يدير الولايات المتحده الامريكيه يضع استراتيجيه في المنطقه الان العرب يتقاطرون على اسرائيل يعني لايجاد الان الهدف يقوم على انه يصبح هناك محورين وكان المخطط قبل سنوات كان أن تكون تركيا عاصمة للسنة وإيران عاصمة للشيعة بحيث أن تكون الدول الإقليمية لديها مرجعية إقليمية إلا أن الأتراك كانوا مدركين وأنا ألتقيت بعض السياسيين كانوا يدركوا هذا المخطط وحاولوا ألا يكونوا عاصمة للسنة هم يلعبون سياسة دولية هناك المخطط لتكون يعني كل دولة لديها أتباع في الداخل وبالتالي تصبح المنطقة مشتعلة الآن المخطط جديد اللي هو أنه أنت تلاحظ أنت إسرائيل رافعة مستوى الخطاب تحاول تضرب في سوريا هذا يلتقي مع الأهداف السعودية والخليجية أنه إسرائيل أصبحت يهددها إيران هنا نحن اليمنيين الذي يهمني في الموضوع كله أنه نحن علينا أن ندرك أنه هذه المعركة بين أمريكا وإيران ستست يستمر العقد وأكثر حتى يتم استثمارها جيدا وإنهاء إدماج إسرائيل في المنطقة وخلق تحالفات جديدة واستنزاف المنطقة وربما حتى إذا ذهبنا في معارك جانبية أو مع أخرى لكن الذي أنا يعني يعني أقراه جيدا أن بقاء المنطقة العربية فيها ثنائيات سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين مخطط رئيسي بقاء سنة وشيعة لابد من بقاء إيران إسرائيل مدمجة في المنطقة لابد من بقاء إيران ليس كقوة فريقة لكن تحت سيطرة الأمريكان إيرانيين فاهمين هذا الدور ولهذا وجود لن يقصفوا حتى لو عندهم نووي لن يقصفوا إسرائيل وهم لهم اطماع ان يكونوا القوه الاولى في الشرق الاوسط، لا تتوقع من من ايران ان تقصف اسرائيل. هناك مصالح استراتيجيه هناك وعي بالمصالح الامريكيه الـ 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 الايرانيين لديهم سياسه براغماتيه عاليه وبالتالي انا الذي اريد ان أوضحه الان على اليمنيين في هذه النقطه تحديدا هذه النقطه ما الذي عليه ما الذي على الفاعل السياسي اليمني القيام به في اطار هذه يعني هذا تغير يعتبر في في السياسه الاقليميه كيف يستفيد الاستفاده تاتي بألا ندخل في معركه يعني الا تكون معركتنا الرئيسيه كما يتحدثون الان عن الصراع القومي هم يحاولوا يعني يستفيدوا من البعد القومي انه صراع بين المشروع القومي الايراني والمشروع العربي هذا احد ابعاد الصراع الرئيسيين وبالتالي نغيب المسألة اليمنية والمسألة اليمنية في غاية السهولة وبالتالي هذا الحديث عن الصراع بالشرق الأوسط سيسحبنا إلى مساحة عقد من الزمان في صراع دولي استراتيجي استراتيجي يعني حتى من ضمنها سقطرة يعني ربما الأمريكان يحتاجوها في الأيام القادمة للسيطرة على السبعة بحار في إطار تخفض المد الصيني بالتالي هناك صراع دولي حول المناطق على اليمنيين أن يضعوا يستفيدوا من هذه من الصراع هذا الدولي الاقليمي بين ايران والسعوديه وغيره وهذا الضغط الدولي لكن 70% من معركتنا هي للمعركه الوطنيه هذه المعركة الوطنية الوقوف مع دول التحالف كذا بشكل واضح حتى الرجل البسيط يفهمها المس... لما تقول لي تريد تواجه إيران ما إيران داخل في خاصرتك طيب في هذا السياق دكتور يعني بيان الخارجية من الواضح أنه جاء يعني كما تفضلت بالقول يعني أو من خلال ما فهمت من كلامك أن أنه جاء مواكبة للموقف السعودي مواكبة وانسجاما مع اللحظة أنه إيران واضح أنها يعني داعمة للإنقلاب وتهدد وتمد الحوثيين بالسلاح لا خلاف على ذلك طيب لم يكن على الفاعل السياسي اليمني في هذه اللحظة إذا ما أراد القيام بموقف يدعم فيه السياسة السعودية والإماراتية أن يأخذ بالمقابل شيئا ما لا اعتقد لان اليمنيين الان كلنا كل السلطه الشرعيه فاقده للقدره يسموها بعلم الاجتماع السياسي القدره على يعني الفقدان القدره السياسيه بمعنى انت غير قادر على صناعه قرار اصبحت تابع البيانات حتى لو كانت يعني منسجمه وتستجيب لهذا البيان اصبحت تابعه مواقفنا الاشقاء شوف ضيعنا الجنوب بكامل وضيعنا تعز تحت الحديث اشقائنا السعوديه والامارات التحالف العربي بينما المساله واضحه ضع استراتيجيه واضحه الان حاولوا تجزئه المساله اليمنيه انه الصراع على السياده في سقطرى المساله لا تخدعون وتقطعوا لي سوق لكن هم من يقولون يعني وزراء في الحكومة اليمنية هم من يقولون أن على السعودية والإمارات التعامل أو على التحالف التعامل مع اليمن كشركاء بينما هم الآن يعني يأخذون هذا القرار بدون التعاطي وفق مبدأ الشراكة بس دقيقة سأكمل لك الموضوع عندما نفصل مفهوم السيادة في سوق وفي ميون هذا تضليل وفقدان للبوصلة ومعظم الوزراء يستلمون مرتبات تمويل من دول التحالف بالتالي لا نستطيع الحديث عن استقلال في القرار استقلال في القرار أن تكون في الداخل في الجغرافيا الاستقلال في القرار أن تستفيد أن يكون مرتباتك من, 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 من موارد النفط ومن من الداخل وليس من دول التحالف او بقروض مسجله على الشعب اليمني تكون مستقل. اثنين نحن عندما نضع الان استراتيجيه بعض هذا الحدث الكبير والذي اقول سيستمر لعقد وأكثر لتشكيل المنطقه سيت او ربما اربع خمس ست سنوات لما ينتهي ترامب ومن المحتمل الذي يراهنون ان ترامب ربما يرحل يجدد له ربما يجدد له لانه الراجل يسير في استراتيجيه وهناك لوبيات لها مشاريعها ربما هناك ارضاء الرهان يعني. على انه لو راح الرئيس الامريكي ستحل كما رهن على رحيل اوباما الصامت ثم جاء الاخر علينا ان نضع استراتيجيه دول التحالف، انتم ماذا تريدون؟ سقطرى جزء مرتبطه بعدن، مرتبطه بابين، مرتبطه بتعز، الحديث عن السياده اليمين ليس في سقطرى فقط، الحديث عن عوده سلطه شرعيه، بيان الاحزاب السياسيه انا فرح يعني شعرت بالسعاده انه يكون في بيان، لكن حديث انه نحن استدعينا على احتشام، استدعينا المملكه العربيه السعوديه وبال يعني بالمعنى لم يستدعوا الامارات، ولم يتحدثوا عن سقطرى، تحدث عن المسألة اليمنية كاملة عودة السلطة الشرعية إنهاء المجلس الانتقالي الجنوبي إلغاء الحزام الأمني وال... يعني ضع مشروع استراتيجي كامل رفع الحصار هذا أول خطوة لرد فعل عملي لمواجهة إيران الحديث عن مواجهة إيران والعقوبات على إيران وأنت غير محمي من الداخل وال... وإيران في خاصرتك على على حدود المنطقة الشرقية وفي صنعاء هذا 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 يعني كلام لا يدخل العقل إذا أردتم القضاء على إيران تركتم تركوا سوريا تركوا سوريا تتقطع الى سوريا المفيده سوريا وتهجير المواطنين وهم في حرب الوكاله الان باليمن يريدون ان نذهب لمواجهه ايران وعقاب ايران والحوثيين على جيشنا اليمني على تخوم صنعاء وعدن خارج السيطره البدايه تبدا بعوده السلطه الشرعيه هذا هو الواجب ويعني الحفاظ على السيده اليمنيه والقضاء على المشروع الحوثي وهنا نبدا نؤسس أن السعوديه اصبحت يعني يعني البلد الجنوبي لها اليمن في امان، اما الحديث تذهب لي لمواجهه ايران وحزب الله الان يحقق وجود في ايران وتتحدث لي وتضعف واتخذوا موقف من من رئيس الوزراء السابق عندما احتجزوه في الرياض اثر على حضوره وعلى مشروع الامتداد السعودي للداعم لرئيس وزراء الحريري يعني أخطاء استراتيجية وبالتالي على, على النخب السياسية اليمنية أن تضع استراتيجية اليمنية وتستفيد من هذا التحول الدولي والإقليمي ولا ينتظروا من أوباما أن يقصف الحوثيين كما يقصف القاعدة أو أن حصار إيران سيجعل إيران لا تمد الحوثيين بالسلاح هي مدتهم بالسلاح وهي محاصرة. ومدت حزب الله بأموال مخصصة لأن هذا مشروع استراتيجي لإيران وليست مسألة متعلقة بالحصار أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في الاستوديو بهذه الحلقة من المساء اليمني كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل ومحمد المقبري وجميع الأفراد في الطاقم الفني إلى اللقاء